منتخب أقل من 17 سنة في 2009 عندما تأهل لكأس العالم بنيجيريا. هذا اللاعب الذي سيقوم بإعادة الكرة إلى الميدان عن طريق التماس أو عن طريق الكرة الثابتة والمخالفة الأولى التي أعلنها الحكم المالي بوبو تراوري. يوسف كوناتي السنغالي 22 سنة. فرحي بن حليمة إبراهيم وصل لطلح فتح إبراهيم الخليل بكاكشي. هاي كرة لجليت، ينطلق جليت، ينطلق جليت أمام لاعبين يراوغ ثم يحاول الضغط على حامل الكرة بالنسبة لفريق شبيبة الثورة في الدقائق الأولى. مهم أنك تسيطر من الناحية النفسية على المنافس منذ البداية، تأثر عليه بالاحتفاظ بالكرة كما نشاهد متابعة ما يحدث على أرضية الميدان بالنسبة لنبيل نخيس. طبعا على الصورة أعطى طبعا أكثر انضباط للفريق على أرضية وخارج الميدان أيضا. هاي كرة مباشرة إلى التماس لصالح شبيبة الثورة. هاو على الصورة أنيق نبيل نغيز، مصطفى جليت والقائد من الخريق أيوب طويلة ثم بامي. سيكون صراع قوي. حذري حذري، هاي الانطلاقات، هاي الانطلاقات اللي تخوف، ولكن عودة بوشيبا. يا سلام، بوشيبا عاد 30 سنة القادم الموسم الماضي من أولمبي نوديو. أحسن ما فعل لداردي حتى لو كان تظهر كان فيه ربما حل آخر. هاي الكرة يوقفها على الطائر يعني مباشرة، حب ربما يخادع الحارس. عودة طارق على الصورة 26 سنة القادم من شباب الحسين. إعادة إلى الميدان، طبعا نطلب أكثر تشجيع من الجماهير طبعا، أو على الأقل مواصلة هذه التشجيعات. هاي كرة ترجع إلى الخلف لطالع يوسف كوناتي. لاعب بطاقة صفراء يقول الحكم. طاقم التحكيم هو شاب، هذه المباريات الأولى نتاعه على المستوى الإفريقي. سنتعرف على من تلقى البطاقة الصفراء الأولى. يقول أنه كان فيه تعمد في لمس الكرة باليد. هاو خوالد يلعب على الجهة اليمنى. طبعا الفريق يلعب بثلاث لاعبين في الخلف. الكرة ثابتة، صعود الأقوياء وطوال القامة، اللاعبين الذين يحسنون اقتناص الكرات العالية. وبوشيبا راح يضرب الكرة ويلعب الكرة، يرفع يده، يطلب ربما المسافة من هناك، مانيش عارف ماذا يطلب بوشيبا. طبعا ربما المسافة القانونية. هاي كرة ممتازة ممتازة، التصويب لا، هاي ترجع للخليل بكود فولار ممتاز. هنا التسرع أكثر من السرعة، تسرع أكثر من ما يسرع الزايدي حمزة 28 سنة. ربما يريد أن يسجل مع بداية المباراة خمس دقائق. طبعا السرعة ليست يعني التسرع. ضغط على حامل الكرة خوالدو، ممتازة ممتازة، ما فيش عودة من وضع التسلل. إبراهيم يا إبراهيم يا فرحي ضيع هذه التمريرة. بيسالا ممتاز مباشرة من التماس أمام عمر عرجون رقم 18 ولا رقم 27، الفريق القعداوي أو اللاعب القعداوي أيوب رقم 27. ولصالح العطاش والدفاع بالنسبة لفريق شبيبة الثورة. طويلة من ناتاش، هاي ممتازة ممتازة. ماذا هناك؟ فيه وضعية تسلل، فيه وضعية تسلل يقول الحكم.
رفع الراية من طرف دريسا كامورينياري، رغم أنني ألاحظ بعض الخلل في وسط الدفاع لاتحاد الرياضي طنجة، ممكن أنه يستغل من طرف زيدي وحمية نظرا للسرعة والكرات في العمق وفي ظهر الدفاع المغربي. طبعا الفريق يعول على هذه المنافسة حتى يصبح ربما من الفرق التي تنافس لما لا بعض الفرق التي يقال عنها كبيرة للوصول إلى الأدوار المتقدمة. طويلة من عوتة طارق، يوسف في التغطية يترك الكرة لنتاش عبد الرؤوف، 36 سنة منذ شهر أكتوبر الماضي، قادم من مولودية وهران، رأسية ممكن ما يتمكن منها الدفاع، يسترجعها شبيبة الثورة جاليت بوشيبا، يغير تماما ممتازة خوالد، 32 سنة فقط، أقول فقط لأن الكثير يعتقد أنه عنده أكثر من 36 أو 37 سنة لأنه بدأ صغير السن. هاي كرة ممتازة في الظهر، يا سلام، ما لمستش ولا لاعب، لا في ركنية. سيدي الحكم مش عارف، الحكم المساعد يقول يشير إلى ركنية، والحكم السيد بوبو تراوري الحكم الرئيسي يقول فيه وضعية أو فيه 5.50 متر. بوبو تراوري كان محقا في إشارة، في الإشارة إلى 5.50 متر في وسط الميدان. مبامي ثم لمحمد حمامي، تدخل في الوقت المناسب، الكرة خرجت فعلا تصبح تماس لصالح مرمى رضوان، 33 سنة من حسنية أكادير، ستكون طويلة طويلة مرفوعة وكوناتي يتفوق، ميسالا بالقدم اليسرى، تدخل بالقدم في ظهر زيدي، يظهر لي راح نشاهد الإعادة. فعلا الركبة قوية، هذا التدخل كان قويا جدا من الجرفي أيوب، 21 سنة فقط تكون في الفريق. كوناتي فاتح طالح، وصل علي بكاكشي، كاكشي أمام لاعبين بالقدم اليمنى يضيعها، في الضغط الآن على حامل الكرة بالنسبة للفريق المغربي، 1-2. عداري، التدخلات القوية هذه، أيوب القعداوي، نتاش، رغم أنني شخصيا أحبذ ربما التقدم بالكرة على أرضية أو بالكرات قصيرة وسريعة أمامية، هاي المخالفة، مخالفات هذه مهمة جدا بالنسبة لشبيبة الثورة، على اللاعبين ربما استغلالها بأحسن وجه. حامية محمد الأمين وليس الزيدي منذ قليل، الصورة عودة طارق، حامية في التنفيذ، ونحن نلعب الدقيقة 10 وبعض الثواني من الشوط الأول هذا، ولقاء الذهاب لرابطة أبطال إفريقيا 2018-2019. يلا يا حامية، اللي ملا رأسية جميلة في الشباك لعودة طارق، لا حاول التصويب والمخادعة، ولكن الكرة ضربت في الحائط البشري المغربي. هذا مرابط على الصورة، تماس لإخوال ترجع له الكرة في وسط الميدان،
خوالد مرة أخرى تدخل قوي. صعيبة المباراة في الدقائق الأولى هذه على الفريقين. وداري إمبامي وفيه صافرة في وضعية تسلل يعلن عنها الحكم المساعد الأول بابا يوم بولويبا. توقفات كثيرة تؤثر على سلاسة اللاعب خاصة بالنسبة لفريق شباب التساور الحضاري. حضاري إمبامي يدخل منطقة العمليات والعودة. يا سلام للمحنك نصر الدين خوالد. التغطية وغلق المساحة، التايمينج الجيد والقراءة الجيدة سمحت لخوالد من إخراج الكرة إلى الركنية الأولى لفريق الاتحاد الرياضي لطنجة. الجهة اليسرى لحارس مرمى فريق شبيبة الثورة عبد الرؤوف نتاش. الكرة الثابتة الجانبية صعبة دائما للحراس في القائم الأول. تدخل الدفاع بمساعدة فرحي تضيع الكرة يقصها حامية على الجهة اليسرى. في الظهر لعبها في الظهر إبراهيم حامية أو عودة المدافع مباشرة إلى التماس. كان تدخل من القعداوي أيوب في آخر لحظة. تماس لبكاكشي واحد اثنين ما تمرش الكرة بوشيبا ما يتمكنش منها. الدفاع هو اللي بعد الكرة عن طريق العرجون. إمبامي يضيعها. طويلة طالح فاتح إلى ما كوناتي يوسف كوناتي. طويلة صعبة 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 في أحد اللاعبين سقط على أرضية الميدان من جانب الاتحاد الرياضي لطنجة ليرتي القعداوي رقم 27. نلعب الدقيقة 14 سيداتي أونسي سيداتي 0-0 بين شبيبة الثورة والفريق المغربي الاتحاد الرياضي لطنجة. قلت الذي أسس في 1983 حتى الآن عنده بطولة واحدة هي بطولة الموسم الماضي وكان نائب بطل المغرب في 1990 وصل إلى نصف النهائي لكأس العرش لمرتين كان قد عاد إلى الدرجة الأولى في 2015 بعد سنتين من العودة تمكن من الفوز بالبطولة. وطبعا ذهاب المدرب السابق إدريس المرابط هو اللي فاز بالبطولة ولكن البداية الصعبة. هاي الكرات الكرة الجميلة والكتف العار من بكاكشي. وسينا في اللعب في هذه اللحظات سيداتي أونسي سادتي السافرة من الحكم ولصالح مرابط رضوان. ورا الصورة بعد التدخل القوي مباراة تجري في أجواء جميلة جدا. جو لطيف وجمهور غفير وأيضا الروح الرياضية التي تسود أرضية الميدان بين اللاعبين بين الفريقين من الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي. كرة ثابتة ولصالح فريق الاتحاد الرياضي لطنجة. خروج موفق ومباشرة طويلة ولكن صعبة 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 فيه تسرع يا نتاش بكش منها جاليت. طبعا الصبر قد يكون احد مفاتيح هذه المباراة. عدم التسجيل لا يعني انك تلقى اهداف. كرة في وسط ميدان لعصام الراقي 37 سنة على الصورة اللاعب السابق في
الرائد السعودي. وحسين ولكن ضيع. تماس لصالح ابراهيم الخليل بالكاكشي طويله وراسيه من العرجون. عوده من مرابط رضوان للحارس عوته طارق. خريق ايوب يرجع للخلف عن طريق جرفي ايوب. تدخل طلع سردين خوالدي يلعب مع نتيش طويله. دفاع طنجة يرجع الكرة. وحسنين تدخل من الخلف ما فيش مخالفة يترك الأفضلية الحكم ولصالح فريق شبيبة الثورة. تغيير لكن صعبة هذه الكرة. في وسط الميدان قطع الكرة عن طريق ميسالة إلى ما جاليت. جاليت يرفع راسه يطلب المساعدة يوجدها عند إبراهيم فرحي. يراوغ إبراهيم يوصلها لحامية ثم الدخول منطقة العمليات ربما عن طريق بوشيبا. ممتازة عرضية الكرة ما وصلتش ربما الفكرة انه كان حب يرفع الكرة ما يلعبهاش عرضية. كرة طويلة 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 الفكرة كان جيدة ولكن التجسيد كان اقل لم يكن في المستوى. طالع فتح مع ميسالا يوصلها ليوسف. تواصل التشجيعات من الجمهور لزملاء نتاش على أرضية الميدان. طبعا فرحي مع بكاكشي في العمق. صعبة هذه الكرة صعبة 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 كثيرا على الزايدي على حمية وأيضا على جاليت مصطفى. الصورة احتياطيين بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي لطنجه وهم بن عيسى اشرف سفيان الوادي عبد الكبير وهابي حاتم شتوف احمد مهدي عمر وعصام الحلافي الحارس الثاني. تماس راسيه من طلع ثم جاليت. الصراعات هذه لا تخدم كثيرا فريق شبيبه الثوره. عليه ان يوضع الكره على الارض والتقدم بال الكرات القصيرة السريعة. هاو ميسالا وصل لي بوشيبا يوسف يغير تماما. كرات صعبة هذه صعبة صعبة هذه الكرات. بكاكشي لصالح شبيبة الثورة. حامية في صراع يضيع امام الراقي عصام ثم لخريق ايوب في الدفاع لاسامه الغريب. صفر مقابل صفر بعد مرور تقريبا 20 دقيقة من الشوط الاول. الحكم يترك يتواصل اللعب والافضلية لصالح الفريق المغربي. الاتحاد الرياضي طنجة طويلة لمبامي. الصراع الافريقي بين الكاميروني والسنغالي في مخالفه طبعا وضع نفسه امام طبعا اللاعب الكاميروني وسقط بعد ذلك. شاهد شوف السرعه طبعا دفع في الظهر ليوسف من طرف مبامي الكاميروني. خروج الحارس المغربي عوده طارق على الصوره. طويلة في وسط الميدان بوشيبا. واحد اثنين يضيعها الزايدي يضيعها الزايدي. ذكر بالاحتياطيين بالنسبة لشبيبة الثورة بوقاسم خالد الحارس الثاني بوبكر عماد الدين حميد الزناسني سيدي علي يحيى شريف و محمد الامين بولعويدات ونبيل بوسماحه.
احسن ما فعل الوحش مع فرحي، يرفع راسه ولكن اكثر من الاحتفاظ بالكره. مسالة ممتاز، مسالة كالعاده كالعاده ممتاز. هاو مسالة مرباح، يرفع راسه يغير تماما، يتركها الزايدي لخوالد. طويله شويه طويله شويه قويه شويه، والا كانت الفكره جيده. يعترف خوالد على الصوره والفكره كانت جيده، بما كان ينقص شويه من قوه الكره لكانت خطيره للزايدي. حمزه الزايدي 28 سنه يلعب الجهه اليمنى، هذا الحارس عوته طارق، حارس مرمى الاتحاد الرياضي لطنجه. 22 دقيقة من الشوط الأول سيداتي أو نسي سادتي، صفر مقابل صفر بملعب أجين أوت ببشار. الملعب الآن تحت الأضواء الكاشفة طبعا. العرجون رأسية إمبامي، يقول الحكم واصل اللاعب ما فيش خطأ، ولصالح الزايدي. ينتظر وصلها لفرح إبراهيم، ركنية يتحصل عليها خوالد نصر الدين. الإمكانية هي أكثر على الجهة اليمنى بالنسبة لشبيبة الثورة، لأنه حاول بكاكشي على الجهة اليسرى ولكن يظهر لي أنه ربما الجناح الأيسر أو الجهة اليسرى والرواق الأيسر هو الأضعف بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي لطنجة. الركنية كانت هاي الفرصة الثانية لحمية، والدفاع عن طريق دائما الراقي عصام. وصافرة يقول الحكم لصالح فريق شبيبة الثورة. هاو الخطأ على فرحي بن حليمة ابراهيم على الصورة، 22 سنة لاعب اتحاد الجزائر، لعب في اتحاد بسكرة على شكل إعارة وأيضا على شكل إعارة يلعب في فريق شبيبة الثورة. بكاكشي بالقدم اليسرى، ربما ديما لا ستكون عالية وقوية. الآن على يوسف، على أيضا كنت راح يعني نقول اسمه، ربما أكثرهم ربما حيلة من المفروض، ما تمكنش من هذه الكرة مصطفى جاليت، وإلا لكانت جميلة يعني، كانت فرصة لفريق شبيبة الثورة للوصول إلى شباك هذا الحارس المغربي عوتة طارق. طويلة يوسف يرجحها برأسية فوق خريق أيوب في وسط الميدان. خروج نتاج المغامرة، وجاليت يبحث عن الخطأ. القعداوي من هناك، بو 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 بو، العودة القوية، يا سلام من يوسف كوناتي على الصورة. ممتاز اللاعب السنغالي في التغطية وفي قراءة اللاعب. في الوقت اللي كنت نقول انه الجهه اليسرى والرواق الايسر بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي المغربي هو ربما الحلقه الاضعف، نفس الشيء تقريبا بالنسبه لشبيبه الثوره. الهجومات بالنسبه للاتحاد الرياضي طنجه دائما تكون على الجهه اليمنى بالنسبه لفريق الاتحاد، والجهه اليسرى بالنسبه لفريق شبيبه الثوره. الان على الجهه اليسرى لاتحاد طنجة، يرفع راسه اللاعب المغربي في وسط الميدان، وصل للعرجون رقم خمسة، ثم مباشرة ووضع التسلق الحكم. إمبامي المرة القادمة راح يوجه له، لا وجه له بطاقة صفراء، ويلعب بأعصابه إمبامي جونيور. ستة وعشرين دقيقة، إمباي عفوا، إمباي هكذا، جونيور إمباي الكاميروني. نتاش
ولصالح شبيبة الثورة. فلعبة ممتازة، كان فيه اتكال من زايدي وحمية ولا أحد لمس الكرة. طبعا تضيع بعض اللحظات وبعض الثواني للتأثير من الناحية النفسية على شبيبة الثورة. هذا جينيو رينباي على الصورة، قلت لتلقى البطاقة الصفراء وهي الثانية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي لطنجة. زيدي ثم تماس خوالد نصر الدين، تماس مرة أخرى لخوالد، يبقى في نفس المنطقة بوشيبا، مراوغة وحده بوشيبا، ما فيش صعود الكتلة في نفس الوقت. لما لاعب يصعد بالكرة على الخطوط الثلاثة التحرك نحو الأمام حتى يكون فيه تضييق المساحات وتقليص قلت المساحات، وأيضا في التوقيت التدخل يكون أسرع وأحسن وأكثر فعالية بالنسبة لفريق شبيبة الثورة. التماس ولا فرصة حقيقية للفريقين للتسجيل، يعني أن الفريقين يتساويان لحد الآن على كل المستويات. هاو جاليت 1-2. حمية يضيح، مراقبة كانت ضعيفة، مضطر عودة طارق على الصورة يخرج الكرة إلى التماس. خوالد نصر الدين مع بوشيبا، بوشيبا عادل، فيه خطأ لأنه فيه رفع الراية من طرف الحكم المساعد الثاني دريسا كاموري نياري. أي الكرة الثابتة ممكن أنها تأتي بالجديد، تسجيل هدف في هذه الدقائق سيكون له التأثير الإيجابي على اللاعبين وفريق شبيبة الثورة. التدخل الأخير كان من نعمان أعراب المغربي. الكرة ثابتة لصالح فرحي بن حليمة إبراهيم لصالح شبيبة الثورة. لو تكون قوية بين خط المرمى والخمسة أمتار وخمسين هيكون أحسن. صعبة للحارس عودة، لا ما تمرش تماما، يعني تصطدم في اللاعب الوحيد اللي كون الجدار، اللاعب الوحيد طبعا يبقى ملقى الأرض. النغمي رقم 17. مرة أخرى إعادة إلى تنفيذ الركنيات. الركنية الثانية على التوالي لإبراهيم الفرحي. ميسالا الجهة اليسرى لجاليت، ينطلق جاليت، حاول ولكن بعيدة. هذا كان ربما قبل سنوات، لو جاليت يلعب في وسط الهجوم يكون أحسن، وربما يلعب حامية على الجهة اليسرى، زيدي على الجهة اليمنى وحامية على الجهة اليسرى، وما أسرع من جاليت ليلعب ربما بذكاء وخبرة السنين. خوالد زيدي فرحي في العمق من هناك، لو فرحي لعب الكرة في الوسط كان أحسن. تدخل خوالد، يبقى يصارع في وسط الميدان، العرجون احتفظ بالكرة،
لفريق الاتحاد الرياضي المغربي، يضيعها بسرعة. بكاكشي يرفع راسه يبحث عن المساعدة. فرحي ميسالا باليمنى، هذا تسرع. نشعر أنه لاعبي شبيبة الثورة كأنهم لحد الآن يعني القلق والتسرع يخلي ينقص أكثر الفعالية بالنسبة للاعبين. عودة طارق طويلة رأسية من القعداوي أيوب، مباشرة للتماس بكاكشي ويعد الميدان. يعني حتى الجمهور ما بقاش بنفس الحماس بداية المباراة، عليه نواصل التشجيع. هكذا مباراة كرة القدم خاصة على المستوى الإفريقي. كوناتي طويلة من هناك، صعبة صعبة صعبة، حتى هوني مش موافق كثير. يعني كوناتي في كل مرة يلعب الكرات هذه القطرية الطويلة تضيع، وهي الكرة الثالثة التي تضيع تواليا بالنسبة لكوناتي. هو عنده الكرة الآن، يوسف كوناتي إلى في وسط الميدان، زايدي رجعها إلى ميسالا ثم بكاكشي رأسية من هناك. وحسنين فرحي يوصل على الكرة، التدخل من مرابط يوصل عليها طويلة ثم ميسالا رأسية. صعبة 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 يا ميسالا، كان يرجع في الوسط كان يكون أحسن. معليش ميرنا مازال عندنا الوقت، ندخل في الدقيقة 34 يعني 33 دقيقة وبعض الثواني. ذكر فقط أنه شباب قسنطينة فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل صفر على فريق فايبرز من أوغندا، واتحاد بلعباس تعادل بصفر مقابل صفر أمام فريق إنيغو رونجرز النيجيري الذي كان له طبعا دور مع فريق شبيبة الثورة قبل سنتين. تعادل هنا بهدف مقابل هدف، وتعادل هناك بنيجيريا بصفر مقابل صفر، في حين النصر حسي داي تعادل خارج ميدانه بصفر مقابل صفر أمام جرين إيجلز من زامبيا. تضيع الكرة، لا ترجع له في آخر لحظة. ها ينطلق مصطفى جاليت، وصلها لي الزايدي. معليش، يلا كرة الجهة اليمنى، يرفع راسه خوالد. كرة ركنية للركنية مباشرة، هذه المرة بوشيبا هو اللي راح يقوم بتنفيذ الركنية. ونلعب الدقيقة 35 سيداتي أونيسي، سيداتي جي اس اس 0 ليرتونجا 0 في هذا اللقاء الذهاب للدور 16 من رابطة أبطال إفريقيا. ركنية ممتازة ومباشرة حريق أيوب مرة أخرى في ركنية أخرى. الضغط على حامل الكرة وعلى الدفاع المغربي بهذه الكيفية قد يأتي بالخبر السعيد، لما لا بعد هذه الركنية من بوشيبا. عادل على الصورة 30 سنة يلعب لأول مرة كأس إفريقيا. هاي الركنية كوناتي بها على الرأس ولكن عالية على الخشبات الثلاث للحارس طارق عوتة. هاي الرأسية تقنيا ما ضربهاش مليح، كان صعد جيدا، التايمينج كان جيد، ولكن تقنية ضرب الكرة بالرأس كانت من لاعب أكثر يعني مدافع من مهاجم. عوتة طارق طويلة من الحارس المغربي، يضيعها الزايدي على الجهة اليسرى
لعرب نعمان في وسط الميدان. يضيعها اكثرهم سنا، اكبرهم سنا عصام الراقي. لا 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 يا ابراهيم يبحث عن معالمه، ربما في هذه في هذا الشوط الاول فيه مخالفه الوصول متاخر من الزيدي، تدخل قوي. وهذا راح نشاهد يعني مش بالقوه اللي تخلي ربما اللاعب المغربي عرب نعمان يبقى واقع على ارضيه الميدان. هاو الزيدي، حمزه زيدي، كل امال على لاعبي فريق شبيبة الثوره في التسع دقائق الاخيره او اقل لتسجيل الهدف على الاقل الاول لزعزعه هذا الفريق. لحد الان يبقى يلعب بثقه ويلعب طبعا برزانه. انخفض رتم المباراه بالنسبه لهذا الشوط الاول. شبيبة الثوره تبحث عن نفسها على ارضيه الميدان. ذكر فقط اننا نلعب الكأس افريقيا وليس البطولة وليس الكأس. نتاش احسن ما فعل. يلا يا مثال اروح اطلب الكرة، الضغط على حامل الكرة من مباي مباشرة التماس. معليش نواصل اللعب ونواصل الضغط على حامل الكرة، لعل وعسى تأتي ربما الفرصة في الدقائق السبعة الأخيرة من الشوط الأول. هذا القعداوي ثم النغمي إمباي، ضايعة وسهلة. في وسط الميدان موشيبا مع ميسال مرباح، طال فتح يوسف كوناتي، تبقى الكرة تدور في منتصف ملعب فريق شبيبة الثورة. الخطوط متباعدة شوية يعني بالنسبة لفريق شبيبة الثورة بين الهجوم والوسط، خاصة الوسط ما يروحش يجيب الكرة من عند المدافعين نظرا للتواجد الانتشار الجيد بالنسبة للاتحاد الرياضي لطنجة. رأسية من كوناتي مباشرة إلى التنس طبعا. أعلام جزائرية بألوان جزائرية وبألوان فلسطينية كالعادة على مدرجات الملاعب الجزائرية. بكاكشي، لكن الضغط على حمل الكره من عمر العرجون. لعب سابق في يوسفيه بن رشيد، المباراه الاخيره فاز بها فريق الاتحاد الرياضي طنجة اليوسفيه بن رشيد بهدفين لهدف خارج ميدانه، وعليه يحتل المرتبه السادسه في البطوله المغربية، في حين شبيبة الثورة تحتل المرتبة الثالثة بعد أو الرابعة بعد نهاية مرحلة الذهاب. بكاكشي إبراهيم الخليل، لا 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 خداري من الكرات، هذا هو التساهل مع هذه الكرات. حسن حظ بكاكشي الكرة خرجت إلى التماس، ما تمكنش منها القعداوي. فتح طالح وصلها لي كوناتي، كرة ترجع كثير للخلف، فيش ربما تقدم نوعي بالنسبة للكرة لفريق شبيبة الثورة. شوف اثنين اربعة خمسة ست لاعبين تقريبا هم قرب من الدائرة المركزية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي
لطنجة طويلة من هناك وعليه، فيضطر فريق الشبيبة الثورة يلعب الكرة هذه الطويلة. جرفي أيوب أو جرفي أيوب بعيدة ولكن يتمكن منها بوشيبا. يعني لو يدخل في لاعب في وسط الميدان فريق شبيبة الثورة يكون أحسن وإخراج أحد اللاعبين في الهجوم. مثلا بسماحة ممكن أنه نشاطه يساعد كثير في غلق المنافذ واسترجاع الكرات. أحسن يلعب بأكثر عدد في وسط الميدان ويلعب بلاعبين فقط في الهجوم. ممكن جدا وجه المباراة يتغير. أو إبراهيم، إبراهيم فرحي فيه مخالفة. فيه تماس. تماس. تضيع لصالح ميسالا مرباح. يوصلها لكوناتي يوسفا. وانطلاقة فيش خطا يقول الحكم. حذاري الصفرة جاءت متأخرة بعد لمس الكرة باليد. إبراهيم فرحي فيش المساعدة، شوف المساعدة حتى انه يغلق على نفسه يتفوق. ولا لاعب او الهدف او الهدف او ضيع. يا سلام على الفرصة لو تسجل هذا الهدف، لكن احسن سيناريو بالنسبة لشبيبة الثورة. اي 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 بعد الخطا الفادح اللي ارتكبه عودة طارق حارس مرمى. هاي الاعادة، شوف صعود الرأسية الأولى. بين قوسين كما نقولوها، احنا ما عندوش زهر اليوم. مصطفى جليد، هاي الكرة، الكرات الأخيرة في الشوط الأول هذا قد تأتي بالجديد. يجب مواصلة السخط على دفاع الاتحاد الرياضي المغربي. يلعب بأكثر راحة ولكن لما أو حذاري من الكرة وطالة فتح يرفع راسه بالقدم اليسرى يراوغ في وسط ميدان لبوشيبا. ينطلق بوشيبا، ينطلق بوشيبا، واحد اثنين يلا يا حام. يا ضيع من هناك كرة في العمق من هناك، رأسية والدفاع عن طريق مرابط. هاي مصطفى جليد في صراع. الهدف كنت نظن الكرة راح تسكن الشباك وفيه ركنية. كنت نظن ان الكرة راح تروح الى مباشرة الشباك الزاوية البعيدة لحارس مرمى الاتحاد الرياضي اللي طنجة. من بكاكشي رأسية زاحفة او أرضية زاحفة والركنية لبوشيبا. بوشيبا عادل. هاي الركنية ربما الأخيرة في الشوط الأول هذا لصالح الشبيبة. حذاري، حذاري يا ميسالا. ممتاز بكاكشي الجهة اليمنى يلعب القدم اليمنى. حسن ما فعل، ما حبش يترك الكرة تخرج إلى التماس. ولصالح فريق الاتحاد الرياضي لطنجة سمير لو نشاهد هذه الكرة وهذه الفرصة. شوف التدخل الأول ثم حمية بالرأس. استماتة من القائد، قائد الاتحاد الرياضي لطنجة. وهذه الكرة بحث على الزاوية البعيدة والقائم الثاني للحارس عوطة طارق من مكاكش إبراهيم الخليل بضع سنتيمترات، ولكن كان لمسها أحد اللاعبين وخرج إلى ركنية التي لم تأتي بالجديد. نلعب بالوقت بدل ضايع سيدتي أو نسي سيدتي في الشوط الأول هذا. يوسف عصام الراقي وطويلة. عصام الراقي في وسط الميدان رقم 25 ممتاز جدا. إذا كان المعلومات صحيحة عنده 37 سنة وكان ممكن أنه ما راحش يلعب هذه المباراة، كان مصاب ويقوم بدور كبير جدا
في وسط الميدان، ايضا الضغط على حامل الكره من طرف رقم خمسة العرجون عمر اللي لعبش كثيرا يعني خارج لو في منطقته. سهله سهله حتى ولو ان الحارس ما يعطيش هذيك ربما الاطمئنان 100%. يوسف يبقى يواصل، وهذه هي الكره الرابعه القطريه الضائعه في الشوط الاول، ولكن كل شيء ممكن في الشوط الثاني، لما لا؟ المهم في كل هذه الاحوال وهذه الوضعيات فريق الحالات شبيبة الثورة لا يجب ان يتلقى هدف، ما عليه الا ان يضبط الامور. ولكن سجل فمرحبا، ولم يسجل فعليه ان يتلقى اهداف. كاس افريقيا هي هكذا ذهابا وايابا، ولكن معليش عندي ثقة في الدستور حتى يكون فيه هدف لبلا في اللحظات الأخيرة. هاي كرة لمصطفى جانيت بكاكشي، واحد اثنين من هناك. بعيدة بعيدة بعيدة، الحذاري من الكرة، حذاري من الكرة، مسالة ممتاز. كان حاب يلعب يرجع للخلف ولكن تراجع في آخر لحظة حسن حظه. ونهاية الشوط الأول سيداتي ونسي سيداتي، بعد أكثر من دقيقتين من الوقت الضاع إن شاء الله الشوط الثاني يكون أحسن لشبيبة الثورة. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع الشوط الثاني. عودة بكم سيداتي ونسي سيداتي إلى ملعب 20 أوت 55 ببشار لنعيش وإياكم الشوط الثاني من مباراة شبيبة الثورة والاتحاد الرياضي لطنجة، 0-0 في الشوط الأول بين الفريقين. كل شيء ممكن في الشوط الثاني بالنسبة للشبيبة، ولكن حذاري من كرة القدم لا تؤتمن تماما، الفعالية مطلوبة والتركيز مطلوب أكثر في مباراة مثل هذه. والصافرة الأولى للحكم السنغالي بوبو تراوري لصالح الدفاع المغربي الاتحاد الرياضي طنجة. أسامة الغريب المدافع الأيسر أو عنده الكرة الآن قائد الفريق قعداوي باي، وتدخل بالقدم اليمنى لإبراهيم الخليل بكاكشي. الركنية الأولى لفريق الاتحاد الرياضي طنجة بعد تدخل كوناتي مباشرة إلى الركنية، هذه المرة على الجهة اليمنى الأولى في الشوط الثاني، والجهة اليمنى لنتاش عبد الرؤوف على الصورة قائد الفريق. حذاري باليد اليمنى، كان صعبة صعبة صعبة. ها هجوم لصالح فريق شبيبة الثورة عن طريق حامية من هناك. أرضية لكن كان مرفوع لكن أحسن، والدفاع مباشرة إلى التماس. يجب استغلال هذه الفرص وهذه الكرات وهذه الوضعيات السانحة، يعني مش كل مرة يكون عندك هذه المساحة وهذا التفوق العددي. خولد سيدي حاول تضيع لصالح مباي، الصراع الافريقي يتواصل بين السنغالي كوناتي والكامروني، نشيط جدا وسريع قوي، يدخل منطقه العمليه بالقدم اليسرى وقطع المسار، مسار الكره عن طريق راسيه من طلح فتح كوناتي، كره طويله لبكاكشي فرحي. حمية يلعب الجهة اليسرى الآن، وزايدي يلعب الجهة اليمنى واليسرى لحمية، ينطلق
هذه الانطلاقات بعيدة عن منطقة العمليات، يعني لو يكون أقرب يكون أحسن، التوغلات والتدخل والدخول بالمراوغة يكون أحسن وأفضل لفريق شبيبة الثورة، لو يكون الزايدي واللاعبين الآخرين يكون أقرب من منطقة العمليات. وش يحدث على أرضية الميدان عندما تضيع كرة مثل هذه؟ يعني بين قوسين كرة ضاعت، يعني حاول المراوغة على بعد أكثر من 40 متر من حارس مرمى الاتحاد الرياضي لطنجة. تغيير لحد الآن، نذكر بتشكيلة الفريقين بالنسبة للاتحاد الرياضي طنجة، عودة طارق مرابط، أسامة الغريب، أيوب خريق، أيوب جرفي، نعمان أعراب، عمر العرجون. هاي المراوغة لمباي ليوسف تفوق عليه في المرة الوحيدة منذ بداية المباراة. قلت مباي جونيور، عصام الراقي، أيوب القعداوي، ومهدي النقمي رقم 17 الهداف، أيضا سجل 6 أهداف لحد الآن منذ بداية البطولة، وسجل هدفين في المباراة الأخيرة عندما فاز الاتحاد الرياضي طنجة بيوسفية أمام يوسفية بالرشيد. في حين شبيبة الثورة تلعب الشوط الثاني بناتش خوالد، بكاكشي، طالح، يوسف كوناتي، مرباح، بوشيبا، فرحي، جاليت، زايدي، وحامية. مخالفة وكرة ثابتة تلعب وضيع. هاي الكرات اللي ما كانش لازم نضيعها، ميسالا في صراع، حسن حظ ميسالا هو اللي ضيع الكرة وهو اللي استرجعها. ويا رؤوف، يا رؤوف، يا نتاج حذاري من هذه الكرات، من حسن حظه انه الحكم شاف لمسة اليد، مراقبة باليد، ولصالح شبيبة الثورة. بكاكشي لفرحي، يرفع راسه فرحي، يبحث عن اللاعب المتحرر، طويلة لخوالد، صدره يوصلها لزايدي، المراوغة الأولى ثم الثانية، جانبية، جانبية في هذه المحاولة في الدقيقة 51، يعني السادسة من الشوط الثاني. شوف هذه التوزيعة من الزايدي وحمية، وصل يعني في آخر لحظة ضربها، ما كانش قوية ولكن كان جانبية، كانت خطيرة. محاولات مثل هذه على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى ممكن أن تأتي بالجديد. يلا الجماهير عليها والأنصار عليهم أن يواصلوا التشجيع. يوسف كوناتي، رأسية طويلة، فرحي لجاليت، ما توصلش كورتو جاليت. الآن جاليت يلعب في كقلب هجوم، لازم يبقى هنا يلعب كلاعب ارتكازي، ولكن يضيع الكرات، يسترجعها ويلعبها في الظهر، ضيع كرات كثيرة مش في يوم. أكيد أنه نغيز ربما راح، لا ما لحد الآن ما شفناش الحركة اللي تقول أنه نبيل نغيز راح يقوم بالتغيير في يحيى الشريف ربما كبديل، عواج أيضا في طريقة أخرى. بوشيبا على الجهة اليسرى، هل فيه لاعبين على الجهة اليسرى؟ الكرة ضاعت 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 هنا، الكرة رفضت أن تسكن الشباك. هاي الإعادة هذه المرة الجهة اليسرى والارتماء. شوف تشاليت كورتو تصطدم بالعارضة من الفوق، يعني من لم تكن في الشباك. أخطر وأحسن وأفضل فرصة منذ بداية المباراة، كان فيه مباراة، كان فيها فرصة في آخر لحظات الشوط الأول تعادل من حيث الـ يعني الـ الـ الخطورة على مرمى عودة طارق. حمية في مراوغة أولى ثم ثانية، منذ قليل كان صاحب المحاولة بالرأس ثم التمريرة. يوقف الكرة أحسن ما فعل. ميسالا مع بوشيبا، يرجع الخلف، ميسالا
مع ابراهيم فرحي. شوف الضغط على حامل الكره في منطقته، في ست لاعبين في منتصف ملعب فريق شبيبه الثوره المراوغه طبعا في مخالفه. ما نظنش انه اللاعبين انه لاعبي فريق الاتحاد الرياضي طنجه راح يخلي يعني لاعب يراوغ الاول والثاني والثالث. ها ابراهيم فرحي مضطر انه يرجع للخلف يرفع راسه ويغير تماما، ولكن بعيده بعيده وصعبه صعبه 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 على خوالد. هذه الكره لو كان وصلها الاقرب احسن، كان زيدي في وضعيه جيده يعني احسن وافضل من مكان وضعيه خوالد نصر الدين. آخر ربما إنذار شفوي من بوبو تراوري المالي. طويلة من طارق عوتة في وسط الميدان. صرح الدفاع المغربي يرجع للحارس. طويلة ورأسية من سالم رباح في وسط الميدان من عصام الراقي الضيع. يصبح لي كوناتي يوصل لخوال نصر الدين. ما فيش لاعب على الجهة اليمنى راح يساعده حتى تكون فيه الحلقات متواصلة ومتسلسلة. يضيعها كاد انه يسترجع الكره خوال نصر الدين ثم اسامه الغريب كوناتي. خوالد واحد اثنين ثلاثيه مع زيدي. احسن ما فعل لصلاه يوصلها لطالح. فتح طالح يلعبها مع لا 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 يا حاميه الكره هذه ضيع الوقت وضيع التركيز والهجمة أيضا. شوف تجمع البلوك يعني فريق الاتحاد الرياضي لطنجة متقدم يعني متوسط في وسط الميدان. والقائد الغريب أسامة يبقى واقع على أرضية الميدان. شاهد غيزر الصورة يبحث عن ربما الحلول، ربما نقترب من ربما التغيير الأول بالنسبة لشبيبة الثورة وفيه نفس جديد سواء في وسط الميدان او في الهجوم. اللحظه البدنيه على شبيبة الثورة بالرفع الرتم لانه لحد الان ما فيش رتم قوي، لكن يبدو التغيير الاول سيكون مغربي. اشرف سفيان رقم 18 سيأخذ مكانه بعد قليل. طارق عواتا رأسية من ميسالا. الصراع بين عرجون وبوشيبا يسترجع الكرة. طارق ميسالا يوصلها لابراهيم فرحي. دوره لزايدي ينطلق زايدي الجهة اليمنى. يلا يا خوالد يطلب الكرة خوالد الجهة اليمنى توصل له توصل له الجهة اليمنى يرفع راسه توزيعه ولا واحد غلق الزاوية على الجهة اليسرى. احسن ما فعل هي لعبه تدرس في المدارس يعني على اللاعبين الكل يعني راح الى وسط المنطقه. شوف هنا كل لاعبين ولا واحد اغلق يعني الزاويه. كان في لاعب الاول كان لازم يكون لاعب ينتظر قليلا حتى يكون في القائم الثاني. رأسية من القعداوي
طبعا مبدا الامان من طالح فاتح الى التماس. الان طبعا اللاعبين يبداوا يعني في تضييع الوقت. التغيير الاول بعد قليل بالنسبه ل احمد عجلاني التونسي المدرب لفريق الاتحاد الرياضي لطنجه. ذكر فقط ان اتحاد طنجه كان دربوا عبد الحق بن شيخه بين 2015 2017. التغيير يحدث الان، خروج عمر العرجون ودخول اشرف سفيان. ثم حامية طويلة لجاليت، تدخل أيوب خريق، أداري من التصويبة من حسن الحظ أنها اصطدمت مع اللاعبين أي بوشيبة بالضبط. عرضية ولزايدي، يلا انطلاق الجهة اليمنى، يرفع راسه في وسط الميدان إلى مباشرة إلى اللاعب المغربي في وسط الميدان، يضيعها تماما الزايدي، تسرع أكثر منه سرعة. مسالة، مسالة يرتكب الخطأ طبعا، كان عارف أنه ضيع الكرة وأنه الكرة لو ضيعها القعداوي كان راح ينطلق يكون فيه تفوق. في كل مرة يكون فيها اصطدام أو يكون فيها ربما التحام إلا ولاعب الاتحاد الرياضي المغربي يبقى واقع على أرضية الميدان. تذكر أن في الدور السابق فريق الاتحاد الرياضي لطنجة كان تفوق على فريق الإلكتريك من تشاد بهدف مقابل صفر في مباراة الذهاب، وتعادل صفر مقابل صفر في مباراة العودة. نادي من تشاد كان خلق مشاكل كثيرة وكبيرة لفريق الاتحاد الرياضي لطنجة. هذه إمكانياته يعني شبيبة الثورة، ممكن أنه لو يسجل الهدف الأول أكيد أنه راح يسجل الهدف الثاني، ولو يسجل طبعا الهدف الأول كل الأمور تتضح والأمور تصبح أسهل. ومخالفة لصالح الاتحاد الرياضي لطنجة مع الراقي عصام على الصورة، ودخول عواد، جاي الكرة حذاري وخروج جيد. خولب في وسط الميدان، بوشيبا قطعها، تماس زيدي، مخالفة بعد سقوط بوشيبا، تدخل من الخلف من النغمي مهدي. بوشيبا نو، كرة قصيرة ولكن يسترجعها شبيبة الثورة. طريق الخليل، الخليل بكاكشي لحامية، ينطلق حامية، كان فكرة جيدة، الكرة مرت لخوال كان على الجهة اليمنى. بوشيبا زيدي، فراس زيدي، ينطلق زيدي، واحد اثنين مع ابراهيم فرحي. الان الضغط اصبح اكبر، التحركات يجب ان تكون اكثر يعني في كل الاتجاهات تقريبا. كانت منتظره هذه التمريره. مخالفه يقول الحكم بعد تدخل الزايدي.
خروج ابراهيم فرحي في هذه اللحظات ودخول عواج. طبعا تضييع الوقت لا ما فيه ولا ما فيش كاش فيه ضرورة انه يبقى على أرضية الميدان. خروج الآن تغيير ثاني بالنسبة لفريق شبيبة الثورة، دخول بولاويدات وخروج جاليت. استئناف اللعب في هذه اللحظات. لعل وعسى بولاويدات ياتي ربما بالقوه والسرعه في نصف الساعه الاخير من الشوط الثاني والمباراه الذهاب لرابطة ابطال افريقيا او في 25 دقيقه الاخيره. طبعا احتساب بعض الدقائق تضيع الوقت بالنسبه خاصه للاعبين لاعبي الاتحاد الرياضي. طويله شويه ولكن يلحق عليها لحام الحام. طبعا تضييع الوقت والتأثير من الناحية النفسية على لاعبي فريق شبيبة الثورة. ولحد الآن متأكد أنه لو يبقى التركيز، لو التركيز يكون أعلى والانضباط في اللاعب يكون أحسن، فريق شبيبة الثورة ممكن يصل إلى شباك الحارس عوتة طارق في وسط الميدان. بكاكشي بولاويدات في اول كره يضيعها للاعب اللي دخل منذ قليل اشرف سفيان. ترجع للكره حداري من حسن الحظ ان هذه اللعبه ما لم تنجح بالنسبه لامباي الكاميروني. كره لزيدي، زيدي ينطلق يرفع راسه، حمزة في الخلف من هناك. ماذا هناك وضربة جزاء. قلت في البداية أنه ضربات الجزاء هي جزء من كرة القدم في الوقت اللي كنا لا ننتظر تماما كرة في العمق من هناك من الزيدي بعد مجهودات كبيرة بذلها. و ضربة جزاء طبعا احتجاج للنغمي وبعض اللاعبين. الآن من سيقوم بالتنفيذ؟ ذكر أن شاهد والحكم كان عن قرب من اللقطة وضربة جزاء. هنا حامية وبولاويدات ولكن ضربة جزاء طبعا لصالح شبيبة الثورة. من سيسجل؟ تبقى 50% هي فرصة، طبعا فرصة تسجيل الهدف لو يسجل هذه الحامية ضربة جزاء. راح يكون فيه كلام آخر في الربع ساعة الأخيرة وفي العشرين دقيقة الأولى الأخيرة من هذه المباراة. صفيرة الحكم، حامية يتقدم ويسجل. يا سلام الهدف الأول لفريق شبيبة الثورة
في الدقيقة 69. هدف مقابل الصفر لصالح شبيبة الثورة. الآن كل شيء ممكن علي على شبيبة الثورة أن تحتفظ على الأقل بهذه النتيجة. إضافة الهدف الثاني سيكون له تأثير كبير جدا على من سيتأهل للدور القادم. طبعا هدف مقابل صفر احسن من صفر مقابل صفر واحسن من هدفين مقابل هدف لحد الان، ولكن يبقى الامل في اضافه هدف ثاني يتغير فيه كل معطيات في المباراه القادمه. ولكن حدالي امكانيات هذا الفريق ظهرت في بعض الاحيان، ولكن ممكن لعواج ورفقائه اضافه هدف الثاني. ممكن ما فيش خطا، يقول الحكم يترك الافضليه. التدخل من طالح ناجح الى حد الان. كره على الجهه اليسرى وحده تقريبا اسامه الغريب طويله من قائد الاتحاد الرياضي لطنجه. في خطأين الان على فريق شبيبة الثورة، تسيير وامتصاص رده فعل فريق الاتحاد الرياضي لطنجه. ردة الفعل ستكون قوية جدا. والتغيير الآخر هذه المرة في صفوف فريق الاتحاد الرياضي، خروج القعداوي ودخول رقم 11 الوادي عبد الكبير. تغييران لكل فريق. طبعا فرحة كبيرة على الجمهور، مواصلة التشجيعات. سيدي الحكم كان فيها ربما لمسة يد. طالح في وسط الميدان، يلا على الفريق يحتفظ بالكرة بعض لحظات حتى ترجع ربما الأمور إلى الهدوء اللازم بعد تسجيله لهدف عن طريق ضربة جزاء. الأهلي من الوادي هذا يبدو أنه سريع وعنده إمكانيات للتوغل، ولكن الثقة كبيرة بالظهير الأيمن اليوم هو نصر الدين خوال اللي قام بدوره على ما أحسن وجه. كرة 55، هدف مقابل صفر لصالح شبيبة الثورة أمام الاتحاد الرياضي لطنجة في هذا الديربي المغاربي الإفريقي، لقاء ذهاب الدور الأول. يعني الدور السابق كان الدور التمهيدي. كرة في وسط الميدان للبديل أشرف سفيان، طويلة لينباي، صراع أمام فاتح طالح تفوق عليه. يلا يا نتاش، طويلة في وسط الميدان، صراع من الزايدي يتفوق عليه العرجون. فيش خطأ يقول الحكم، لا في خطأ. صافرة بعد التدخل على البديل منذ قليل عبد الكبير الوادي على الصورة. أقل من 20 دقيقة، عفوا 18 دقيقة. سابق في الرجاء البيضاوي الوادي. هاي كرة ثابتة لأكبر لاعب على أرضية الميدان 37 سنة عصام الراقي، لاعب الرائد السعودي سابقا. هاي كرة في العمق، حذاري رأسية بولعويدات، ثم كرة طويلة مرة أخرى على الجهة اليمنى. يلا يا عواج، مصالة مراوغة أولى ثم خطأ. يقول الحكم طبعا هو كان قريب جدا من اللقطة ولصالح شبيبة الثورة. يلا امتصاص ردة فعل الاتحاد الرياضي لطنجة، ثم الذهاب رويدا رويدا نحو الهجوم لإضافة هدف الثاني. أنا متأكد لو شبيبة الثورة سجل هدف الثاني راح تتأهل الدور القادم، الدور المجموعات.
كل شيء ممكن في كرة القدم، رغم أن الشوط الأول كان صعب. طبعا تضيع الوقت بهذه الطريقة، طلب من الجماهير بعدم الرشق. بين القوسين هذا أرضية الميدان طبعا على المستوى الأفريقي، ومن ناحية التنظيم طبعا كل شيء سيدوم. يعني هاي كرة عالية يا أبو الأويدات، كان فيه شيء، يعني كان فيه، كان ممكن، كان فيه بالإمكان أحسن بمكان. الربع ساعة الأخير بعد 40 ثانية من الوقت الرسمي من هذه المباراة الإفريقية المغاربية العربية بمناماشين أوت 55 ببشار. الوادي في صراع. حذاري حذاري حذاري، يلا بطاقة صفراء وليس حمراء. شبيها ما به هذا اللاعب؟ لا فعلا فعلا فيها ربما دم مستوى الرأس. التدخل كان قوي، يتهور من خوالد في هذه اللقطة. يعني بإمكانياته وبتجربته كان ممكن أنه يتفادى هذا. وصل متأخر. هنا فعلا فعلا تدخل قوي، يعني على مستوى اخر ممكن ان الحكم كان ممكن يوجه البطاقه الحمراء. معليش راح نشوف. صح، لمس الكره قبل ان يلمس الراس، فبذلك البطاقه الصفراء وليس البطاقه الحمراء. الانذار يا خوالد، في كلام مع الخالقي رقم 21. إن شاء الله سلامات طبعا على اللاعب فريق الأشقاء من المغرب بعد هذا التدخل. أشياء تحدث طبعا على أرضية الميادين كرة القدم، أكيد أن تدخل نصر الدين خوالد لم يكن متعمدا. وتصفيقات الجمهور، تصفيقات الجمهور لأنه القائد يعني تنفيذ ضربة جزاء من حامية ليسجل الهدف الثاني له في هذه المباراة أو في هذه المنافسة، ودائما عن طريق ضربة جزاء. عرب نعمان في تنفيذ هذه المخالفة، يستهدف اللاعب بعد توقف أكثر من 4 دقائق. ها هو عرب نعمان، تروح الكرة إلى التماس بعد تدخل الزيدي، حمزة زيدي ومحمد أمين حامية من أنشط اللاعبين على أرضية الميدان. فيه لمس، فيه لمس فعلا. كم شاهد اللقطة، يوسف يوصلها لطالح بدوره لبكاكشي،
طبعا مازال الوقت 12 دقيقة بالإضافة ل 3 و4 دقائق. كوت بدل ضايع أكثر من 15 دقيقة من كل شيء ممكن. وصول إلى شباك عودة طارق، ها الفرصة لما لا عن طريق الركنية كل شيء ممكن. يلا راح يلعبوها في اثنين لبولا ويدات. يلا يا بولا ويدات ممتازة، لو لمسها بكاكشي لكانت الكرة أخطر. يلا ركنية المرة لعواج. يلا يا عواج أعطينا كرة من كراتك اللي كنا نشاهدوها قبل 3 و4 سنوات. هاي الركنية ممتازة، هدف. الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق يوسف كوناتي في آخر المطاف، يسجل هدف بالقدم اليسرى وليس بالرأس كما كنا ننتظر. هدفان مقابل صفر قبل قليل، كنت نقول أن الركنيات ممكن تأتي بالجديد. هدفان مقابل صفر، من يدري، من يدري أن الشبيبة شبيبة الثورة ستضيف الهدف الثالث لملعب. الآن حذاري من ردة فعل قوية جدا ستكون من طرف الاتحاد الرياضي لطنجة. هدفان مقابل صفر، الآن كل شيء تغير بالنسبة لفريق شبيبة الثورة. هاو يوسف واتينواشي سنة السنغالي، كوناتي يتمكن من تسجيل وينوب عن المهاجمين ويسجل الهدف الثاني. هدفان مقابل صفر، كل شيء تغير في الشوط الثاني بعد هذه الركنية من عواج. قلت منذ قليل انه عواج، يلا يا عواج يعطينا كرة من كراتك اللي كنا نشاهدوها قبل 3 و4 سنوات. هدفان مقابل صفر، يعني كان لازم يسجل هدف. قلت انه كل ثقة في هذا الفريق انه ممكن انه يأتي انه يتمكن من تسجيل. طبعا فيه العديد من المتابعين الذين يتابعون فريق شبيبة الثورة، اكيد انهم يتابعون هذه اللقطات في كل البيوت، يعني ليس فقط في بشار ولكن في كل البيوت الجزائرية وفي بشار. طبعا التحية ستكون للحاج معمر والحاج دحان و الحاج ميلود وطبعا عبد الغني القريب جدا من الفريق وهواري. والقائمة طويلة جدا، طويلة جدا للمناصرين ومحبي الفريق شبيبة الثورة. طبعا يصنع الافراح، افراح بشار والثورة وكل ولايات الجنوب الغربي وكل الجزائر حد الان. يلا ينطلق، يلا يا الزايدي، يلا يا حمزة. لا كان صعبة، كان قوية شوية، يعني ممكن حذاري بن ربما نسيان في بعض اللحظات أبجديات كرة القدم. الانضباط، هاي كرة الخالقي في الوقت المناسب، وإلا كان زايدي كان راح ينقض على الكرة. من دقائق قبل نهاية المباراة وكل شيء ممكن. يلا يا الأولاد ما لازمش نتلقاو هدف وعلينا لما لا تسجيل هدف ثالث. طرق عودة طويلة من هناك ثم عالية من بكاكشي في وسط الميدان، صراع بين عرب وعواج ثم عرب مرة أخرى، تدخل بكاكشي، ميسالا، بوشيبا، بكاكشي يوصلها لسيد احمد عواج، يطلب الكره بولعويدات ما توصلوش، يفضل عواج يرجع في الوسط. بولعويدات يرفع راسه، يلا يا بولعويدات لازم تلعب مع زملائك، كرات مثل هذه راح تعطي اكثر ربما حماس وإرادة للفريق المغربي للعودة وتهديد ناتاش. هاي كرة عن جهة اليسرى، صعبة 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 هذه الكرة في العمق. يلا يلا يا ناتاش باليد اليسرى، ما فيش مخالفة. يا سلام،
تاشي عبد الرؤوف الطائر الحارس الطائر. يلا يا مي سلام ما لازمش تضيع الكرة. بو 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 عودة 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 من وضعية تسلل من حسن حظ شبيبة الثورة. طالح يقوم بدوره كما ينبغي كما ينبغي ولا خطأ لحد الآن. ينطلق او بو 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 يروح 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 يدخل حام يا في مخالفة. لو دخل منطقة العمليات لو دخل منطقة العمليات ببضع سنتيمترات. شوف شوف او قوي قوي 50 سنتيمتر كان ممكن انه ياتينا بالضربة الجزاء الثانية. الامكانية موجودة لتسجيل هدف ثالث ممكن جدا. امكانية موجودة الان تغيرت كل الامور و فعلا. هاي كرة ثابتة يلا يا عواج اعطينا كرة ذهبية اخرى. هذه المرة كوناتي يوسف برأسية لماذا ولا بكاكشي في الوضعيات هذه الاكثر تركيز هم المدافعين يعني. متواجد بولعويدات ايضا في التغطية الدفاعية. هاي كرة لا 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 طويلة 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 ما يلحقش عليها لا حامية ولا خوالد. يلا يبقى الضغط يبقى الضغط في منطقة الاتحاد الرياضي لطنجة. يبقوا في المنتصف ملعب فريق طنجة مازال يعني الوقت مازال الوقت طويل جدا. امباي يا سلام الراقي عصام الراقي يرجع الخلف لحرفي ايوب او جرفي ايوب. هاي كرة على الجهة اليمنى للنغمي مهدي ثم اشرف سفيان. كرة في العمق من هناك يلا سهلة 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 يسترجعها الدفاع وللحارس ناتيش. تجربة كبيرة يعني أحسن أيام وأحسن يعني المواسم كانت في بعد السن الثاني والثلاثين بالنسبة لناتاش. يوسف كوناتي مسجل الهدف الثاني. ميسالا ثم الراقي يضيعها. أيوب الجرفي الضغط من بولعويدات وإلى التماس. أقل من أربع دقائق والوقت الإضافي أو الوقت بدل الضيع سيكون ربما خمس دقائق على الأقل. بعد قليل سيدخل الشتوف أحمد في مكان عصام الراقي. قلت 37 سنة إمكانية كبيرة ولعب في كان مصاب ويخرج بالإصابة كما نشاهد. لا خروج رقم 25 وليس 5 سمير. هاي كرة فرصة ميدان هاي الفرصة هاي فرصة هدف الثالث. هاي انطلاقة 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 التصويب با 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 لو لعبها مع زملاء ولكن احسن. بولعويدات وايضا حميه كان من الجهه المقابله يا الزايدي كان من الجهه المقابله لو جات تقدم شويه صبر شويه على الكره لكان احسن وافضل. دقيقتان وبعض الثواني هدفان مقابل صفر لصالح شبيبه الثوره. الشوط الثاني مغاير تماما بالنسبه للشوط الاول. راسيه من طالح ثم أخرى من كوناتي مسجل الهدف الثاني. والتدخل من الخلف كاد كاد تمر كان فيه خطورة. كرة الجهة اليمنى من هناك لصالح الاتحاد الرياضي المغربي. يلا يا بولعويدات يلا على الجهة اليسرى على الجهة اليسرى على الجهة اليسرى
هي اليسرى تبطأ كثيرا، كان ممكن يلعبها بدون يشاهد، او على الجهه اليمنى تعب شويه يعني الحاميه، مجهودات كبيره بذلها او عواج عاليه والخالق براسيه مره اخرى، عواج بالقدم اليسرى يحاول انه ينظم اللعب وينقل الخطر، القدم اليسرى مهاراته ممكن تسمح اي عالية من هناك، ولكن الحارس هذا مرة يتمكن من هذه الكرة الهوائية. عوتاج طارق طويلة من أسامة، أسامة الغريب هكذا. عودة خوالد يأكد اليوم أنه عنده إمكانيات حتى يلعب على الجهة اليمنى يعني كظهير أيمن، اللاعب الدولي السابق ولاعب اتحاد الجزائر ومولودية وهران. بعد قليل بسماحة سيكون اللاعب الثالث الذي سيأخذ مكانه، رغم أني نشاهد أنه خوالد راه يعاني من الإصابة ممكن. تماس ومباشرة إلى التماس الأخرى، نلعب الدقيقة أو الثواني الأخيرة من الوقت الرسمي من هذه المباراة، هدفان مقابل صفر. خروج الآن للزايدي، تعب حمزة، حمزة بذل مجهودات كبيرة يشكر عليها، وراه يأخذ مكانه بوسماحة. بوسماحة نبيل 28 سنة، ممكن أنه يغطي الكثير من المساحات، يسترجع العديد من المباريات في ثلث دقائق كوقت بدل ضايع، يقول الحكم الرابع في هذه المباراة عبد الله سيسوكو. هاو تماس طويل، مخالفة لصالح شبيبة الثورة. طبعا الآن اللاعب بحذر، طبعا ما دام النتيجة هي لصالح فريق الشباب شبيبة الثورة بهدفين مقابل صفر، عدم تلقي هدف مهم جدا في هذه الحالات. طبعا الأحسن وأفضل أنه يسجل في هذه اللحظات الأخيرة شبيبة الثورة، لما لا الهدف الثالث. ولكن مباراة كأس أفريقيا صعبة وصعبة جدا. نذكر أنه شباب قسنطينة البارحة أو كان فاز بهدف مقابل صفر أمام الفايبرز من أوغندا، وأيضا تعادل نصر حسين داي في كأس الكاف بزامبيا. أو سقوط صعب جدا من الخالق، يشوف طبعا السقوط كان صعب، يقوم معافى الحمد لله. صفر مقابل صفر نصر حسين داي بجرين ايجلز بزامبيا، وتعادل ايضا فريق اتحاد بالعباس امام انيغو رونجرز بصفر مقابل صفر. يعني كل شيء ممكن لما ما يسجلش عليك اهداف على ارضيه ميدانك، ولكن لما تسجل ما تلقاش يكون احسن وافضل نتيجه كما سجلها شبيبه الثوره في الدور التمهيدي متفوق بهدفين لصفر. المباراة العودة ستكون يوم 23 من هذا الشهر، 23 ديسمبر يعني أي يوم الأحد، وستكون على الساعة الرابعة، وممكن جدا أنها تكون منقولة على التلفزيون الجزائري. هاي كرة، هاي يلا يا أمين، يلا يا أبو العويدات، يلا يا سيد حامية، حامية في العمق، ما تمرش ما تخليش يمر تماما. حذر يلا بذل مجهودات أخرى، يلا يا أبو سماحة، تغطية في آخر لحظة من ناتاش كلاعب الليبرو الغريب. كرة في وسط الميدان، السيد أحمد عواج كان فيه الدفع، يلا يا أبو حماد أبو سماحة، أويو يو 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 يو، دخل بقوة باي الكاميروني. سيعلن على نهاية المباراة سيداتي ونسي سادتي بعد قليل بوبو تراوري المالي على نهاية المباراة، بعد مجهودات كبيرة جدا بذلها
فريق شبيبة الثورة. ونهاية المباراة إذن بهدفين مقابل صفر لصالح شبيبة الثورة بعد شوط أول صعب جدا. شوط ثاني بسجل عن طريق ضربة جزاء لحامية وهدف آخر لبولعوي. شكرا على المتابعة.